هذه تجربة حية صارت اليوم، شفتوا نوعية الرشاشات والبعد عن السيارة. البعد عن السيارة كان من 5 متورة ل 45 متر بكل أنواع الرصاص اللي هو الكلاشينكوف M16 M4 والقناصة. هالإزاز أخذ تقريبا بين 170 ضرب وبعده ثابت. طوّس كمان على الحديد بنفس المسافات بس من بعد من 10 متورة وطالع. من جوا بقدر حط ايدي على الازاز ومرقه، بعده السكيورتي الزياده على الازاز بعد موجود.